الهدف من هذا البروتوكول هو السعي لتطبيق إجراءات وقائية واحترازية نهدف من خلالها ونتطلع للمحافظة على صحة الرياضيين والممارسين وسلامتهم بإذن الله، وأيضا تحقيقا لمبدأ العودة بما يتناسب مع متطلبات التباعد الاجتماعي. لذلك جاء هذا البروتوكول ليشمل كل ما يختص بالمنشآت الرياضية أو ما يختص بالتدريبات وعودة التدريبات والأدوات الرياضية المستعملة، ثم بعد ذلك المنافسات. لابد أن يكون هذا الأمر ملزم للأندية وللاتحادات لأنه بروتوكول شامل لكل ما يخص هذه الجوانب، سواء كانت تدريبات تبدأ من الأحد القادم أو منافسات فيما بعد لكل الاتحاد. وبودي أن أشير إلى أن هذا البروتوكول تم بعد التنسيق مع مركز وقاية لاعتماده بما يتماشى ويتناسب مع الإجراءات الاحترازية. طيب ماذا عن الأندية والصالات الرياضية الخاصة؟ هل هناك شيء يخصها؟ الوزارة تعكف الآن على إنهاء البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية، وإن شاء الله في حال رفع النشاط لهذه أو إعلان عودة النشاط للمراكز والصالات الرياضية سيتم إعلان البروتوكول الخاص بها بإذن الله. متى من المتوقع يعني أن تعود؟ وفقا للتوجيه الذي صدر في 26 من مايو الماضي كان على أنه مع نهاية شهر شوال أو يستمر إيقافها حتى نهاية شهر شوال، فنحن ننتظر إن شاء الله ما سيصدر في الأيام القادمة.